في زمن الوباء لا يبقى شيء على حاله. ملايين البشر تكبدوا خسائر فادحة بينما ازدادت فرص الآلات أكثر. في ظل جائحة كورونا غدا التوجه العام يرجح كفة استخدام الروبوتات لحماية الإنسان من العدوى. فمنذ بداية الأزمة رأينا الروبوتات حاضرة بقوة وتقوم بأدوار أكبر، خاصة في تقديم الخدمات الطبية المختلفة في المستشفيات. تقوم الروبوتات بمتابعة حالات المرضى في غرف العزل، وتقوم أيضاً بصرف الأدوية وتطهير المستشفيات. ما الذي تستطيع القيام به أكثر سيد روبوت؟ أستطيع القيام بإجراءات المسح والتشخيص عموماً، وقمت أيضاً بإجراء عمليات جراحية. يقوم الروبوت أيضاً بتوصيل الطلبات للمنازل في دول عدة، كما شاهدناه يقوم بدور الشرطي ويراقب تطبيق الحجر الصحي. ليس ذلك فقط، ما قمت به لا حصر له، فقد قمت بدور الطاهي والنادل وساعدت في التسوق وأديت الأعمال المنزلية أيضاً. وفي مشهد غريب نوعاً ما، قام الروبوت بلعب دور راعي الأغنام والمواشي في بلدان بينها أستراليا ونيوزيلندا. أما في الصين وفي اليابان فقد تم استخدامه ليحل محل الطلاب الذين اضطروا للبقاء في منازلهم بسبب الحجر الصحي خلال حفل تخرجهم. لكن ما يقلق الناس، هل إحلال الروبوت مكانهم بهدف دائم مستقبلاً؟ الجدل هنا لا ينتهي ومستمر منذ ظهور الروبوت قبل سنوات طويلة. فما هي أبرز ميزات الروبوتات؟ أنا أسرع وأدق وأقل تكلفة وأكثر مرونة، ولا أحتاج إلى استراحة أو رتب تقاعدي مثلكم، كما أنني أعمل في كل الظروف. لكن هناك عيوباً تقلل من احتمال اجتياح روبوت لكل وظائف الإنسان. فالروبوتات لا تفكر كالبشر وربما تتعطل، كما أن الروبوت لا يستطيع أن يفسر لماذا اتخذ قراراً. هي قادمة بقوة، هذه حقيقة، وربما تغير مستقبل العمل إلى الأبد، لكنها حتى الآن بحاجة للعمل جنباً إلى جنب مع البشر. لحظة، أستطيع أن أقوم بدورك أيضاً وأن أكون مذيعاً متألقاً وأكثر نجاحاً منك. لا أظن أنك تشكل تهديداً علي حتى الآن سيد روبوت، لكن لنرى ماذا يحمل لنا المستقبل من مفاجآت.